صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة كتب وأشرطة تتحدث عن الإعجاز القرآني وموافقة هذه النظريات للآيات البينات، فما هو الضابط في ذلك وما هو واجب طالب العلم تجاه ذلك؟ تفسير القرآن متقن ومضبوط، وله طرق ذكرها أئمة التفسير لا يفسر بغيرها. فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة، فسر القرآن بتفسير الصحابة، فسر القرآن بتفسير التابعين، يفسر القرآن باللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية. هذه وجوه التفسير. أما من زاد على هذا، جاب وجه غير هذه الوجوه، هذا شيء مبتكر ولا أصل له. ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي. ذكر الحافظ ابن كثير في أول تفسيره الحديث وجوده من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب.